في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ربيع الآخر عام 1133 للهجرة الموافقة لعام 1821 للميلاد، أشعل اليونانيون ثورة كبيرة ضد الدولة العثمانية في شبه جزيرة المورا، وتمكنوا من الاستيلاء على اليونان بأكملها وارتكاب مذابح بشعة ضد الأتراك، وتم إخماد هذه الثورة نهائياً في حزيران عام 1827 للميلاد. وفي مثل هذا اليوم من عام 1368 توفي الإمام حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 للميلاد في مصر، والمرشد الأول لها ورئيس تحرير أول جريدة أصدرتها الجماعة. نشأ في أسرة متعلمة مهتمة بالإسلام على أنه منهج حياة، حيث كان والده عالماً ومحققاً في علم الحديث، تأثر بالتصوف عن طريق احتكاكه ببعض مشايخه. تخرج من دار العلوم عام 1927، ثم عين مدرساً في مدينة الإسماعيلية. أسس جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة سياسية إسلامية تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية وإعادة الحكم الإسلامي، مستنداً إلى آرائه وأطروحاته لفهم الإسلام المعاصر. له نتاج أدبي ومؤلفات، منها رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، وتعتبر مرجعاً أساسياً للتعرف على فكر ومنهج جماعة الإخوان المسلمين بصفة عامة.